السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح السعادة والنور والسرور عليكم يا رب العالمين. خلونا نتكلم شوية بأريحية عن موضوع حساس شوي، وهو الحجر أو الحجر على الوالد أو الوالدة، يعني يمنعه من التصرف. الفلوس فلوسي، المال مالي، أنا جمعتهم وأصرف عليكم. ويأتي أحيانا حالات ليست بالكثيرة ولله الحمد، ولكن موجودة وطرقت باب المحكمة، فلا بد من التحدث فيها ولو أنها حالات معدودة، كالحجر بسبب الجنون أو العتة. هذا قسم واحد وتصرفاته شوية مختلفة عن ما نتكلم عنه الدارج الآن، وهو أن يحجرون عليك لأنك سفيه السفه، يعني السفه بصفة عامة، المبذر، ويقصدون فيها الفلوس بالذات. أقشع تصرفات العادية ممكن ما يأخذون عليه، حتى لو أنه مثلا كان مثلا مثل ما تقول سفيه في القول أو غيره، لكن ممن يتجه إليه أكثر السفه التبذير في المال، ومن يقوم به بعض الأولاد، خاصة إذا ما تزوج الشخص وقام مباشرة بهبة أو إعطاء قطعة أرض لزوجته الجديدة أو شيء، وهو عاطنهم ولله الحمد. لكن هاي حال الدنيا. أنا لما أكلمكم أبتعد عن معظم الألفاظ القانونية، وخلونا مثل ما يقولون البساط أحمدي. تغربت وتعبت وشقيت وكونت الثروة والله الحمد، وعاطي كل ذي حق حقه، وتزوجت مثلا وهبت هذه قطعة الأرض لهذه الزوجة مع ولدها الصغير، لأني أعرف أن بعد عيني إذا أنا مت أو شيء، ربما أولادي الكبار ما شاء الله من الزوجة الأولى الله يطول بأعمارهم، ربما ما يعطونها أي شيء ويحرمونها من كل شيء. فيقوم الأولاد أو أحد الأولاد أحيانا يكون ويطلب الحجر على أبوه لأنه سفيه ولأنه أعطى هذا الشيء لزوجته، وإذا ما وجد الدليل الكافي لجأ إلى أنه يعرضونه على لجنة طبية. وأحيانا يعني الأب يصدم، ورغم أنه يأتي الحجر أحيانا بهذه التصرفات، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، يعني ليس كل سفه سفه، وليس كل مبذر مبذر. الإنسان يعتمد أو يرجع في الأصل إلى مقدار ما يملك. يعني الحين في ناس تشتري رقم سيارة مثلا ب50 مليون، هل هذا يعتبر مبذر سفيه، أو أنه قصده أنه هو ذروته مثلا 600 700 مليون مليار، وبعد فترة يرجع ويبيعه مثلا ب60 مليون أو يكسب فيه؟ ما حد يعرف ظروف كل إنسان، يقدر بظرفه. السؤال اللي يطرح نفسه أيضا، أنت كشخص وجدت أني أنا سفيه وأني أنا معتوه كأب وما أصلح لكم، مع أني أنا ما مقصر في حقكم، هل هذا هو جزاء الإحسان؟ يعني أنت الحين بس بتحجر علي أساس أني ما أتصرف بأموالي، وتبت تنصبون نفسكم قيمين وأوصياء علي في حياتي تتصرفون بفلوسي، ولا بتكون مقابلها إدارة شؤون القصر؟ ترى الموضوع محير، المحير، وهناك توجد يعني بعض التقصير أحيانا. أنا كإنسان مثلا من وين أصرف إذا أنت تحجر وتأخذ الإجراءات الطويلة إلى ما يصرف لي ولولدي، وأنتم متمتعين ما شاء الله بالخير أيضا، وأنت الأساس والزوجة الأولى الأساس والأولاد الأساس وعندكم الخير كامل. فالمسألة
اللي أنا قلت السؤال اللي يطرح نفسه، طيب خلاص ما تبوني يعني؟ طيب أنت وين عني هالسنين الحين؟ أنا جيكم جي وعندكم وأنتم متبرين مني ولا تسلمون علي ولا شيء. ترى هاي الآية تعكس أحيانا، يكون السبب من طيب تعالوا سلموا علي زي. إذا أنا سفيه ومجنون ومعتوه ومريض وشي الأشياء، بتودروني ولا بتاخذوني عندكم وبتراعوني، ولا بس انحجر علي وأصبحت الأموال هي الأساس؟ للأسف هذا واقع أليم يحدث منه. أو إذا أصابتني جلطة أو جلطة، حتى أنا قبل ما انتقل أو هاي الزوجة الثانية، هذه ترى الحالات معظمها في هذه النتيجة، عشان كذا مركز بين الزوجتين، هذا اللي يحدث. أو وحدة مطلقة وتحرض أولادها، هذا اللي أنا من خلالي ما شفت القضايا اللي عندي، يعني ما بقدر أجيب مثال ثاني. جلطة وتقومون أنت على أساس تظهرون حبكم لهذا الأب الحين وتأخذونه عندكم، وعساس بس تمنعونه أنه يتصل بزوجته الثانية حتى لا يصرف عليها ولا شيء، وهو لا حول له ولا قوة، وهي اللي قائمة بشؤون السنوات الماضية كلها. المسألة مسألة عدالة، المسألة مسألة إيمان، المسألة مسألة أن الدنيا فانية، المسألة أننا سنقف أمام الله سبحانه وتعالى، المسألة جنة ونار، المسألة أكبر من الحجر على الفلوس أو على الوالد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. تحياتي.